مدينة الرسان 27/9/2013. مرحبا يا عم. أهلا. عم فيك تحكي لي بس شو سبب هالدمار الصاير بالرستان؟ والله من كتيبة المشرفة والهندسة. الكتيبة ضربت هون ومشي كم يوم جت الطيارة ضربت ورا هي الدور. ماتوا فيها، ماتت الأم والأب، ماتوا أولاد اثنين، والدار كلها نزلت. طيب احكي لي شو الأنواع الأسلحة اللي مقصفكم فيها؟ بالدبابات والطيران والراجمات والهاوين، ما عم يخلي نوع ولا عم يضربنا فيه. كل أنواع الأسلحة يعني؟ كله، حتى بالكيماوي. طيب عم فيك تحكي لي شو الأوضاع المعيشية بالرسان؟ شو عندكم نقص بالمواد الغذائية؟ والله كله ناقص، من الخبز للغاز للأكل للخضرة، ما أنا مخلي شيء. طيب شو أسعار المواد هون بالرسان؟ غالي ورخيصة؟ غالي كله. بالأسبوع حتى تجينا ربطة الخبز، وكلو البندورة حقه 90 ليرة، 100، والبطاطا حقه 300. شو هذا؟ شو هالعيش اللي ما له طعمه؟ يعني شو بدنا نساوي؟ راح نموت من الجوع. بالشهر الأسد منع كل شيء عنا، المي منعه كل أسبوع حتى يجي الصهريج يعبينا مرة. يعني عم تعبوا مي بالصهاريج انت؟ ايه والله قطع عنا المي. شو بتحب تدعي بالشهر الأسد؟ الله يلعن أبوه، شو بدنا ندعي غير هيك؟ يلعن أبوه، الله الله يقصفه يا رب. آمين، يعطيك العافية. أهلا. مدينة الرسان 27/9/2013.